أيتها السيدات أيها السادة، إن ترقية الاستثمار الخاص هي أحد أولويات قطاع الفلاحة، لذا فإننا ملتزمون بتحرير كل المبادرات والطاقات الخلاقة التي يتحلى بها المنتجون والمتعاملون الاقتصاديون من أجل تسهيل الإجراءات ورفع العراقيل ونبذ التصرفات السلبية البالية. ومن جهة أخرى، فإن المستثمرين مطالبون اليوم بالانخراط بقوة وحزم في ديناميكية الدولة المبنية على تطوير الفلاحة والتنمية المنسجمة والمستديمة للفضاءات الريفية والغابية والصيدية على حد سواء. وفي هذه السياق أتوجه إلى كل الفلاحين والمستثمرين والفاعلين في القطاع الفلاحي بمواصلة بذل الجهود من أجل تثمين وتعزيز الإنتاج الفلاحي وتطبيق التقنيات الحديثة التي تعد الوسيلة الأنجع لرفع تحدي الأمن الغذائي.